ينضم إلينا على الهواء مباشرة لنتحدث في حيثيات إذن هذه المجزرة الدكتور جورج جقمان، الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ في جامعة بيرزيت. أهلا بك دكتور، مساء الخير. أهلا فيكم، مساء النور. نعم دكتور، نتحدث إذن عن مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، علما أن الاحتلال لا يحتاج لأي ذرائع أو مبررات لارتكاب مثل هذه المجازر الدامية، ولكن تأتي هذه المجزرة في ظل الحديث وتعالي الأصوات لجهود دولية لتكثيف إسقاط المساعدات جوا على قطاع غزة ومحاولة السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى القطاع. كيف نستقرئ هذا الوقت في استهداف المدنيين الذين يبحثون عن لقمة يعني العيش ولقمة تسد جوعهم؟ في الواقع نشاهد الآن مسعى الإبادة بطريقتين. الطريقة التي شاهدناها خلال الأشهر الماضية من خلال القصف والقنص وما شابه، والآن من خلال التجويع خلال الأسابيع الماضية. أما المساعدات التي جرى سلم من خلال الطائرات فهي مهزلة ومأساة، لأنها تسهم في عملية الإبادة من خلال التجويع، ولكن في نفس الوقت هي آلية غير كفاءة، أي قسم كبير منها يلقى يسقط في البحر ويتسابق الناس للوصول إليها، وهي أصلا لا تكفي. من الواضح أنه ما هو غائب هو هيئة رسمية، مثلا على سبيل المثال مكونة من هيئات دولية وهيئات محلية يعملون بالتنسيق وتوزيع الأدوار ونوع من الحراسة لتوزيع عادل للحاجات، هذا غير موجود. وأحد الأسباب هو أن الولايات المتحدة غير قادرة أو لا تريد إدارة بايدن الضغط على إسرائيل، هذا بكل بساطة. بالإضافة أن الدول العربية التي لها وزن مع الولايات المتحدة أيضا لا تريد الضغط على الولايات المتحدة لتجبر إسرائيل على افتتاح المجال أمام هذه المساعدات، وأعتقد أنه توجد أهداف أخرى سياسية مباشرة وراء الإبادة الحالية، خاصة موضوع المساعدات الغذائية، وهي ربما الضغط على حماس في المفاوضات التجارية الآن لغرض تعديل بعض المواقف. نعم الدكتور، يعني أشرت إلى قد تكون هي ذرائع مختلفة للاحتلال الإسرائيلي من أجل الضغط على حماس، في ظل الحديث عن يعني ظروف هدنة والحديث عن وقف إطلاق نار وتبادل أسرى، كيف تقود فعليا مثل هذه الجرائم المرتكبة والإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، لا سيما نتحدث عن هذه المجزرة حتى اللحظة ضحيتها 104 شهداء والعدد يزداد وفقا للمصادر الطبية، كيف من الممكن ارتكاب هذه المجازر أن يعرقل يعني الوصول إلى هدنة كما يقال ما قبل شهر رمضان المبارك؟ هذا كلام غير صحيح، الموضوع ليس العرقلة، وإنما كما أشرت سابقا أعتقد أن الجرائم المستمرة هذه بأشكالها المختلفة حاليا يجري تصعيدها لغرض الضغط على الوفد التفاوضي لحماس لغرض تعديل شروط التوافق على اتفاق يؤدي إلى هدنة. أعتقد أن هذا هو السبب الآن المباشر، ولكن هذا استمرار أيضا لمسعى الإبادة الذي شاهدناه خلال الأشهر الماضية، ولكن الآن قد يوجد هدف إضافي سياسي آني ومباشر. نعم دكتور، هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين الذين يعني كانوا يتجمعون من أجل الحصول على هذه المساعدات، وتحدثت عن يعني ضرورة وجود هيئات دولية وإنسانية من أجل تنظيم عملية إدخال المساعدات التي يعني لم تدخل أصلا إلى قطاع غزة، وإن دخلت نصفها يذهب إلى البحر والنصف الآخر كما أشار بعض الزملاء الصحفيين من قطاع غزة تسقط حيث تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي. اليوم ما هو المطلوب في ظل استمرار إذن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي للمزيد من المجازر واستهداف هؤلاء المدنيين الباحثين عن لقمة عيش في ظل حرب التجويع، وما هي الضغوطات التي من المفترض أن تمارسها هذه الهيئات الدولية والإنسانية؟ لقد دعت عدد من المؤسسات الفلسطينية
إلى تشكيل هيئة للتوزيع في قطاع غزة فيما يتعلق في المساعدات، ما يسمى بالمساعدات الإنسانية، وأقصد تحديدا هو الطعام. فمن خلال إيجاد برنامج مدروس لمواقع مختلفة وتوزيع في الأدوار، وأيضا حماية لبرنامج التوزيع هذا، لأنه كما هو معروف يوجد سرقات وأحيانا مع تعدي باستعمال السلاح من مجرمين يستغلون الفرصة يعني. وعبارة أثرياء حرب ليست جديدة يعني، ونجد الآن أسعار خيالية لبعض المواد الغذائية الأساسية التي القليل منها موجود. فدون هذه الآلية لن يتغير الوضع الحالي. هذا هو ما هو ضروري حاليا. نعم. طب دكتور، يعني استمرار إسرائيل في ارتكاب هذه المجازر في قطاع غزة وفي ظل الحديث عن محاولات الوصول إلى هدنة، في ظل استمرار طبعا استهدافات والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وأيضا إسرائيل المقاومة على بعض البنود وبعض المراحل وبعض المطالب، بالإضافة إلى الرفض الإسرائيلي يعني المراحل التي طلبتها حركة حماس بتفاصيلها، وما قاله إسماعيل هنية قبل يومين في كلمته أنه أي تنازل تقدمه المقاومة الفلسطينية هي في إطار حماية الشعب الفلسطيني، وتصاعد يعني هذا العنف عبر هذه المجزرة، أشرت إلى أنه محاولة إسرائيلية للضغط على حركة حماس. فهل من الممكن أن نشهد متغيرات إضافية متعلقة في تفاصيل وحيثيات الهدنة المقبلة وتقديم المزيد من التنازلات من الطرفين؟ توجد مفاوضات حول عدة بنود وليس بند واحد، فيتعلق الأمر ما هي الأولويات لكل من الأطراف، ما هي أولويات إسرائيل حاليا، وطبعا ما هي أولويات المقاومة. أولويات المقاومة معروفة، أيضا أولويات إسرائيل معروفة، ولكن أحيانا العقدة تكمن في بعض التفاصيل، وأعتقد أن جزء من الضغط الحاصل هو على تفاصيل من هذا النوع، قد يكون ربما بالأعداد أو قد يكون في حالة محددة كما رشح من الأخبار مثلا عن عدد الذي مطلوب إفراج عنهم من ذوي الأحكام العالية مثلا، الجانب الفلسطيني يطلب أعداد أكبر، أو ربما هناك أسماء محددة أعطيت لهم ورفضوها. فنحن نشهد الآن مفاوضات بطرق مختلفة. نعم. وجزء من آلية المفاوضات هي آلية متوحشة من خلال تجويع الشعب الفلسطيني، وأيضا من خلال البطش فيه بأشكال مختلفة. نعم دكتور، يعني ونحن نتحدث عن هذه المجزرة التي لم تكن الأولى، ونحن نتحدث عن قرابة ما يزيد عن 30,000 شهيد اليوم، 146 لحرب الإبادة الجماعية الواقعة على أهنا في قطاع غزة، استمرار هذه الجرائم في ظل عدم التحرك الجدي الفعلي لكل الدول ولكل المنظمات ولكل الحقوقيين ولأنظمة الدول الفعلية وللإدارة الأمريكية على أرض الواقع، هذا سيقود إسرائيل إلى المزيد من ارتكاب الدم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية كما هو التصاعد منذ 7 أكتوبر. توجد في الواقع يعني نداءات مختلفة من قبل أطراف دولية مختلفة، ابتداء بالأمم المتحدة والدوائر المختلفة فيها، أيضا من خلال مؤسسات تعنى بالشأن الإنساني غربية وشرقية، ولكن لا تأثير فعلي لها. السبب هو موقف الولايات المتحدة، تحديدا موقف إدارة بايدن، لأن الاعتبارات الإدارة بايدن اعتبارات ضيقة مصلحية آنية تتعلق بالانتخابات القادمة في الولايات المتحدة، وأيضا توجد ضغوطات معاكسة من قبل اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، ولا يوجد ضغوطات عربية كافية أو ضعيفة جدا من الدول العربية، خاصة تلك التي للولايات المتحدة مصلحة معها ويمكنها أن تضغط بقوة أكبر بكثير من ما هو حاصل الآن. للأسف الشديد هذا غير حاصل، وهذا يضعف الموقف الفلسطيني أيضا. نعم. طب إن كنا نتحدث يعني وفي التزامن مع هذه المجزرة، هناك مسيرات ممتدة تنطلق في الداخل المحتل على مدار تقريبا 4 أيام متواصلة من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لإعادة المحتجزين لدى حركة حماس والمقاومة في قطاع غزة، لاختلاف إسرائيلي كما أشرنا أكثر من مرة على الحرب على قطاع غزة، وإنما الخلاف فيما يتعلق ب يعني
يعني إعادة الرهائن، سياسة بنيامين نتنياهو، هل يعني هناك محاولة إسرائيلية عسكرية لتبييض صورتها أمام الشارع الإسرائيلي في ظل حالة الحنق على بنيامين نتنياهو وحكومته؟ نعم، كما هو معروف يعني سياسة نتنياهو حاليا هي المناورة لكسب الوقت، و استمرار الحكومة الإسرائيلية حالية أطول مدة ممكنة الأسباب التي قيلت يعني كثيرا وتتعلق بما هو يواجه من مشاكل تتعلق بالفساد. وللأسف الشديد هذا يعني أن هناك مناورات تتغير من لحظة إلى لحظة، خاصة يوجد رأي عام يميني قوي يضغط على الحكومة، ليس فقط بن غفير وإنما القاعدة إلى أشخاص من هذا النوع. على سبيل المثال من يغلقون المعابر لمنع أقصد الإسرائيليين اليهود الذين يجتمعون عند المعابر ويمنعون الحافلات من الدخول مثلا، والجيش لا يقوم بتفريقهم أو يعمل أي شيء يعني خشية من البعد السياسي للجمهور اليميني بشكل عام. نعم، أشكرك جزيلا إذا على وجودك معنا وكل هذه التوضيحات دكتور جورج جاكمان الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ في جامعة بيرزيت. شكرا دكتور. عفوا.